اهلا بيكم، انا بيير فادي من هاوس اوف روبوتس، وجاي النهارده اكلمكم عن نزهه انفنتور سكيت من اليك فريكس. في البدايه حابب ان انا اشكر شركه اليك فريكس ان هم بعتوا لي كيت نزهه عشان اعمل عليها ريفيو ده معاكم. نبدا بقى نعمل انبوكسنج للكيت بتاعتنا. اول لما بنفتح بنلاقي الكومبوننتس ليست فيها النيمز كلها وعدد الكومبوننتس كلها اللي في الكيت. بعد كده بنلاقي نزهة اكسبانشن بورد، ده المين برين اللي بيتركب فيه المايكروبيت هنا. وبعد كده نبدأ نحنا البروجرامينج ونوصل عليه الموتورز والسنسورز كلها. عندنا هنا كيبل مايكرو عشان داونلود، عندنا بعد كده تو موتورز. بالنسبة للموتور فهي بتتوصل في البورت بتاعتها هنا تحت. عندنا كمان سيرفو موتور، نوصله برضو على الاكسبانشن بورد هنا. مسموح لي ان انا احط 4 موتورز اللي هم لونهم احمر، وكمان 4 سيرفو موتورز اللي هم لونهم جراي. في كمان هنا التراسونيك سنسور، وفي ترينبوت، لاين تراكينج سنسور بيقدر ان هو يعمل لاين تراكينج او فولو لاين باستخدام 2 IR سنسورز، ودي ريد ليد يلو ليد وجرين ليد. طبعا كل ليد زي بنوصلها عادي على الاكسبانشن بورد بالكيبل، وبعد كده نعملها بروجرامينج سواء تنور او تطفي امتى. وكمان في كراش سنسور، وكمان في مويستشر سنسور ده اللي بيحس بالرطوبه بتاعه التربه. وكمان هنلاقي عندنا في الكيت 6 كيبلز، وكمان هنلاقي بريك ريموفر. هنلاقي عندنا هنا فري ويل، وكمان ويلز عادية، الموديول بتاعها ليجو موديول عادي. نبدأ ندخل بقى على الكومبوننتس المبعوتة مع الكيت. كل الكيس دي ليجو موديول، كل بيس تكنيك اللي فيها كلها ليجو موديول، وعادي ممكن تتركب مع أي حاجة ليجو تانية. رابر باندز، واخر حاجه معانا هي جراوند للفولو لاين. نبدأ نشغل ونجرب. زي ما قلنا فيها أماكن للسنسورز وأماكن للباور، مكان أماكن للموتور، أماكن للسيرفو. الكيت بجد جميلة جدا، مليانة بيسز كتيرة جدا تكنيك، كلها بتتوصل عادي وبتتركب عادي مع بيسز الليجو اللي احنا كلنا متعودين عليها. اللي عايز بس أقول حاجة، إن هنا ده الإكسبانشن بورد دوت اللي هو الاساسي اللي بيشغل بيه، بنوصل عليه كل الموتورز والسنسورز والسيرفو.
متوصل فيه هنا من فوق مايكرو بيت. المايكرو بيت ديت مش بتيجي مع الكيت، لازم انت تشتريها في الكيت بتاعتها لوحدها، وبعد كده تبقى تستخدمها مع كيت نزهة، لكن كيت نزهة بتيجي من غير المايكرو بيت. ده السايت الخاص لليك فريكس. هنا على البيج هتلاقوا كل حاجة عايزين تعرفوها عن إليك فريكس وعن البرودكتس اللي هم بيقدموها سواء في المايكروبيت أو في غيره، وأكيد هتلاقوا صور للكومبيتيشنز اللي هم بيشاركوا فيها. بالنسبة للشوب لما ندخل عليه هنلاقي كل البرودكتس، مثلا ندخل على المايكروبيت هتلاقوا كل حاجة وفيها أسعار كويسة جدا ومنافسة لشركات تانية، وكل فترة هتلاقيهم بيعملوا ديسكاونتس على أكتر من برودكت. وكمان عندهم برودكتس بالراسبري باي، وبرودكتس للاردوينو. من وجهة نظري انا شايف ان هي كيت مناسبة جدا للكورسز، وكمان تقدر تدخل بيها مسابقات كتيرة، واكيد هتلاقوا لها ديزاينات كتيرة سواء عندي على الشانل او على صفحة إليكفريكس.